طيب، وبرضو عندي سؤال في الهدوء، هل لازم تبل الرأس كلها ولا هل تمسح الرأس كلها أو يجزئ مسح بعضها؟ طيب، وآخر حاجة ممكن سأجيبك، نصيحة، سأجيبك، اصبر. آخر حاجة بس. أنا ما أجبتك أصلا. اتفضل. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ، وذلك لأنه حمل قوله تعالى امسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، وقال آخرون بل تمسح الرأس كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيده وأدبر. فأجيب على هذا الأخير أنه حتى لو أن النبي أقبل بيده وأدبر فهذا ليس فيه دليل على التعميم، لأن الإقبال والإدبار لا يعمم الرأس كلها أيضا، إنما يسلم لمن قال بأغلب الرأس. فالظاهر جواز مسح بعض الرأس، وبالله تعالى التوفيق.